الرئيس السيسي يستعرض التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة. مدبولي يتابع الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي ويؤكد أنه يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة. بعد استهداف البنى التحتية للطاقة بكييف، الناتو يعلن قرب حصول أوكرانيا على منظومات مضادة للطائرات. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة. سعيد بلقائكم، كل الدعم لكم، الدعم ده وجهدكم احنا محتاجينه، نجاحكم احنا محتاجينه وزياده. انا بكلمكم النهارده في البدايه ديت، انا عارف طبعا رجال الاعمال دايما والمستثمرين يعني بيفكروا طبعا في اشغالهم، وانا معاهم ومصر محتاجه. احنا نقدر نتكلم بتواضع شديد دلوقتي ان الدوله قادره على الانطلاق بجد، قادره على الانطلاق بجد. يبقى تبقى ايه؟ ان احنا كدولة معاكم، اولا احنا واثقين فيكم جدا، وده برضو كلام مش معنوي. طب احنا محتاجين ان احنا ندعم ده؟ طبعا. نشجعه؟ ايوه. نكبره؟ ايوه. احنا مركب واحدة ونحقق توازن في الطرح، لكن ما يبقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل، وده امر احنا نسمعه، ولكن ايضا افكار، أفكار لحلول مسائل. طب مصر فيها فرصة؟ طبعا مصر فيها فرصة، طبعا مصر عندها فرصة للنمو، أيوة. بص، كل اللي احنا فيه ده صحيح، المشكلة بتاعت كورونا والأزمة الروسية وتأثيرها، برضو بقول تاني، برضو هنعبرها أو هنعديها. فبلد زي مصر فيها فرص نجاح هائلة، باللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لها وجهزنا لكم، مش بنية تشريعية فقط، ولكن أنا عايز أقول خلال سنتين يعني إحنا هنكون مواني مصر، مواني درجة أولى على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وأنا لا أبالغ. واللي يعرف ويشوف إحنا بنعمل حاجتنا إزاي يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقول كمان 5 سنين، لا، آخر السنة الجاية يا دكتور مصطفى، لا مش كده، أبو قير ودمياط وإسكندرية والسخنة وجرجوب خلصت وبرنس خلصت، المواني درجة أولى، ثم شبكة الطرق. الخلاصة يعني إن السوق المصري سوق كبير، إحنا حريصين على إن إحنا أنتم يعني تنموا وتكبروا أكتر، مش أنتم بس، وكل من رجل أعمال في مصر عايز يشتغل. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كان الكلام خلال الشهور يمكن السنين اللي فاتت اتكلموا، قالوا حجم الاقتصاد الخاص، وانا بقول 75% من اقتصاد مصر
في ايد القطاع الخاص مش قطاع الدولة. وبالمناسبة وانا الكلام ده قلته قبل كده وبقوله لكم تاني وقولوا عني لكل الاشقاء رجال الاعمال، احنا عايزين رجال الاعمال تدخل اكتر في الاقتصاد بتاع الايه الدولة بجد. طبعا في المؤتمر الاقتصادي برضه هيبقى فرصة ان احنا يبقى فيه نقاش اكتر من كده وكلام اعمق من كده من الناحيتين، من جانب المسؤولين ومن جانب رجال الاعمال ومن جانب الاقتصاديين والمعنيين بالموضوع دوت، ونطرح حلول ونطرح مسار ممكن يبقى ده خريطه عمل ان شاء الله في نهايه المؤتمر. فانا برحب بكم اهلا وسهلا. وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع خاصة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر الجاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر بهدف إخراجه بأفضل صورة ممكنة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بدعم قطاع الصناعة والعمل على زيادة حجم الصادرات عبر تقديم مزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الأفريقية. واستعرض الاجتماع جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقاط الأولى طراز ميكو اي 200 إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقات الأولى من طراز ميكو إمتين التي تم بناؤها بشركة تي كي إم إس بترسانة إس بي إن الألمانية. وخلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة بريمرهيفن الألمانية، قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاط العزيز، والتي تعد واحدة من أصل أربع فرقاطات من طراز ميكو إمتين تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتمتاز الفرقاط متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 121.6 متر. كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتي السلم والحرب، وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية السطحية والجوية وتحت السطح.
مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. هذا وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات البحرية الألمانية وشركة تي كي ام اس، مؤكدا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا والموضوعات، موضحا أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورا في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط. حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية تي كي ام اس المصنعة للفرقاط العزيز. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرية بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالا بهذه المناسبة. تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين. تضمنت كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكراسي المتحركة ورياضة الريش الطائرة. كما قدمت الموسيقى العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 158 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 135 طنا، كما تم ضبط 43 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضية، من بينها 224 قضية خبز ناقص الوزن و 232 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 165 طنا. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. في إطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية وفي مقدمتها حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 60 طن دقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء ومالك مخبز بلدي بأسيوط، وكذا مالك مخبز بلدي ببني سويف عن طريق بيعها في السوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. وضبط نحو 20 طن سكر تموني مدعم وأكثر من 11 ألف عبوة زيت تموني مدعم بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة ومالك محل بدال تموني بأسيوط، قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء واستولي بذلك على أموال الدعم المقرر، حيث أن هذه السلع مخصصة على البطاقات التموينية. واستمرارا لنجاحات الأجهزة الأمنية في هذا الإطار، تمكنت من ضبط قرابة 33 طن سكر وأرز أبيض ومكرونة غير معلن عن أسعارها تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والإسماعيلية.
كما أسفرت الحملات الأمنية لمتابعة ورصد حجب السجائر عن التداول وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً، عن ضبط 178 قضية بإجمالي مضبوطات أكثر من 115 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت أجهزة الوزارة في ضبط 40 طن أسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها. قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء ومسؤول مستودع لتجارة مواد البناء بالمنوفية بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 62 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج ومالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية ببني سويف، قام بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وضبط أكثر من 38 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وقنا. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط قرابة 58 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين حال طرحها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها أجهزة وزارة الداخلية بالقليوبية والجيزة وبورسعيد، وضبط أكثر من 24 طن سكر ومستلزمات إنتاج مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياه الغازية بالمنوفية. استقبل وزير التنمية المحلية هشام أمنة المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. كما تناول اللقاء جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وآخر مستجدات البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحافظات. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27. وللمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أطلعنا على آخر المستجدات حول استعدادات شرم الشيخ لاستضافة كوب 27. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة السلام والأمل، حيث الآن نستطيع أن نقول أننا دخلنا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة والترتيبات النهائية لكافة المنشآت هنا وفي كافة المجالات استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27. نتحدث أيضا عن العديد والعديد من الميادين والمحاور والطرق هنا التي وضعت بالفعل اللمسات الأخيرة. نتحدث عن 15 ميدانا هنا تم وضع اللمسات الأخيرة والنهائية به من وضع اللاندسكيب والمساحات الخضراء والإنارة وغيرها من الاستعدادات، وأيضا البوابات المطلة على المحاور القادمة والمؤدية إلى مطار شرم الشيخ. ونحن الآن نتحدث أيضا عن الطرق والمحاور والميادين. لا ننسى أننا الآن بصدد التواجد في الممشى السياحي الجديد والذي أنشئ ودشن بطول 6 كيلومترات، ونتحدث عن 3 مسارات، بمسار للمشاة ومسار أيضا نتحدث عنه لركبي الدراجات ومسار للحافلات والتاكسي الأخضر وغيره. بالفعل العديد من المنشآت هنا على أتم الاستعداد لاستقبال مؤتمر المناخ، ونحن الآن في موقع من ضمن المواقع التي دشن فيها إحدى النفرات والبوابات الأيقونية الخاصة بالممشى السياحي الجديد. وإذا تحركت الكاميرا الآن على يميني ربما توضح هذه
البوابة الأيقونية، ويعني يوجد عليها شعار مدينة شرم الشيخ من البوابات الجديدة والمستحدثة والتي وضعت على امتداد هذا الممشى السياحي. وأيضا ربما بتحرك الكاميرا أيضا قليلا نرى بعض الماكينات التي وضعت من خلال عدد من المبادرات التي تحرص عليها المحافظة هنا محافظة جنوب سيناء لتحويل وإعادة تدوير النفايات والمخلفات، جزء وخطوة من خطوات كبيرة تسعى المحافظة هنا لوضع اللمسات الأخيرة عليها لتحويل هذه المدينة إلى مدينة صديقة للبيئة، مدينة خضراء مستعدة لاستقبال مؤتمر المناخ. وأيضا إذا تحدثنا عن العديد من الأعمال والمنشآت هنا في مدينة شرم الشيخ وتحديدا في الممشى السياحي، هناك العديد والعديد من المبادرات الصديقة للبيئة وأيضا التعليمات الخاصة سواء للزوار أو للسائحين وغيرهم بالحفاظ على هذه المدينة حتى تكون صديقة للبيئة. هناك الكثير والكثير من أيضا المشروعات الصديقة للبيئة، نتحدث أيضا عن 260 حافلة وأتوبيس وأيضا تاكسي الأخضر وغيرها من الأنشطة التي أيضا أقيمت لجذب الكثير من السائحين وأيضا المستثمرين هنا، وأيضا العديد من العروض الترفيهية والمسارح المائية لي أيضا الترفيه على الكثير من الوفود والزوار المشاركة في مؤتمر المناخ. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من شرم الشيخ. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر السلام ببغداد سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، وخلال اللقاء بحث الجانبان على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. أعرب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء عن أمله أن تعمل القوى السياسية بتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، مؤكدا أن المحاسبة الشاملة تساعد في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وتوقف التلاعب. وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم إن حكومة القادم شرعت بالعمل منذ اليوم الأول بخطط لإعادة التوازن في البلاد في كل شيء. لا بد من قول شيء في هذا الاجتماع الاستثنائي، وهو أن الحكومة شرعت بالعمل منذ اليوم الأول وجاءت بآمال عريضة وطموحات بعيدة وخطط لإعادة التوازن لبلدنا في كل شيء، في اقتصاده واجتماعه. ورغم أن رياح كثيرة هبت على خطط وأعمال هذه الحكومة، كان هناك إنجاز في هذا العمل في الظرف الصعب والعصير. الجميع يعرف أن هذه الحكومة جاءت على إثر مظاهرات وحكومة مستقيلة ووباء عالمي مخيف وانهيار اقتصادي وأسعار متدنية للنفط وصراع دولي وإقليمي وحتى محلي في داخل العراق. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندنبرغ، بحث مستجدات الأوضاع في اليمن ونتائج الجهود الأممية لتجديد الهدنة. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية اليمني رفض قوات الحوثي لكافة العروض التي طرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة، وذلك على الرغم من تنازلات الحكومة اليمنية لتجديد الهدنة في إطار حرصها على تخفيف المعاناة عن المواطنين. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في استهداف البنية التحتية الحيوية. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر أمني ببرلين أن رد الحلفاء على الهجمات هو تكثيف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمونها لأوكرانيا.
أعلن الجيش الروسي أنه استخدم أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة في استهداف منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في أوكرانيا، وكذلك مستودعات ذخيرة تحتوي على أسلحة أجنبية الصنع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه تمت إصابة جميع الأهداف المحددة. كما أوضح كوناشينكوف أن وحدات من الجيش الروسي استولت على قرية في إقليم خاركيف. كما أشار إلى تصدي القوات الروسية لعدة محاولات أوكرانية للهجوم على القوات الروسية في خاركيف ودونتسك وإقليم خرسون. أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن لا معلومات لديه حول استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة في أوكرانيا. يأتي ذلك بعدما اتهمت كييف موسكو باستخدام تلك الأجهزة لضرب بنى تحتية مخصصة لتزويد الكهرباء والمياه. من جهتها قالت الرئاسة الأوكرانية إن ثلاثة انفجارات استهدفت اليوم منشآت البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف. وأوضحت الرئاسة أن الهجوم على منشأة للبنية التحتية للطاقة أدى إلى أضرار جسيمة في دنيبرو وبيتروفسك، كما سمع دوي انفجارات في منطقة كريفوي روغ. من جهته أعلن عمدة خاركيف عن انفجارات في المنطقة الصناعية، وتم إيقاف المترو في المدينة. كما أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوي في كافة مناطق أوكرانيا وخصوصا العاصمة كييف، وطلبوا من السكان النزول إلى الملاجئ. أعلنت أوكرانيا أن هجمات روسية دمرت 400 هدف من البنية التحتية في البلاد، منها 45 للطاقة منذ 10 أكتوبر الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الضربات الجوية الروسية دمرت 30% من محطات الطاقة في بلاده. وأضاف زيلينسكي أن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا، مشددا على أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين може записати собі чергове досягнення. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرتين من قاذفاتها الاستراتيجية قامتا برحلة استمرت لأكثر من 12 ساعة فوق المحيط الهادئ وبحري بيرينغ وأوخوتسك. وجاء تحليق الطائرتين اللتين تتمتعان بقدرات نووية في وقت يتوتر فيه الوضع بشدة بسبب الأزمة الأوكرانية، وخاصة بعد أن قال حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إنهما يتوقعان أن تجري روسيا تدريبات لقواتها النووية. هذا ويجري حلف الناتو تدريبات على التأهب النووي هذا الأسبوع، متوقعا في الوقت ذاته أن تجري روسيا تدريباتها النووية في القريب العاجل. أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خالص شكره للاتحاد الأوروبي على تقديم 2 ملياري يورو كمساعدة مالية كلية لأوكرانيا. وشدد زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر على ثقته في تنفيذ البرنامج الكامل من المساعدات والبالغ 9 مليارات يورو في أقرب وقت ممكن، مثمنا دعم الاتحاد ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. وأضاف الرئيس الأوكراني أن هذا الدعم مساهمة حاسمة لتحقيق الاستقرار المالي لبلاده. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المفوضية تعمل على وضع آليات للحد من ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث سيتم مناقشة مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز وفقا لمسودة بيان القمة. Thank you very much.
أظهر استطلاع رأي في بريطانيا أن غالبية أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم يعتقدون أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها. وشمل الاستطلاع 530 عضوا بالحزب، حيث أكد 55% منهم أن تراس يجب عليها التنحي فورا عن منصبها بعد أقل من شهرين من انتخابها زعيمة لحزب المحافظين. اعتراف بالخطأ وإعراب عن الأسف، هكذا فعلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشأن موقفها من إدارة الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه المصلحة العامة، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقاً، وبعد مرور 6 أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية. قالت تراس إنها تتحمل المسؤولية وتأسف للأخطاء التي ارتكبت، مضيفة أنها ستبقى في منصبها للوفاء بالتزاماتها على صعيد المصلحة العامة، وقالت إنها ستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد 2 عامين. وأعلن وزير المال الجديد جريمي هانت تراجع الحكومة عن كل إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق. وكشف هانت الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للمدى المتوسط الذي سيعرض كاملا في نهاية أكتوبر الحالي. هانت حذر أيضا من قرارات في غاية الصعوبة ومن اقتطاعات على صعيد الإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية وإلغاء كامل للخطة الأولية لتراس، لكنه شدد على أن الحكومة ستجعل من مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً أولوية لها. وتوقع هانت أن تسهم التعديلات المرتبطة بالضرائب في جمع نحو 32 مليار جنيه استرليني سنوياً، بعدما قدر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه استرليني، كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات. وكانت تراس قد تراجعت سابقاً عن خفض الضرائب عن الأكثر ثراءً وعلى أرباح الشركات، وبات عدد من نواب حزبها يطالبون باستقالتها. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. وزير الخارجية الأمريكية يتهم الصين بتسريع خططها للاستيلاء على تايوان. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين بتسريع خططها للاستيلاء على تايوان في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الصيني تشي جين بينغ للفوز برئاسة الحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة. أضاف الوزير الأمريكي أن بكين مصممة على متابعة إعادة التوحيد وفقا لجدول زمني أسرع بكثير. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الصينية تصريحات بلينكن بأنها دليل على تراجع الولايات المتحدة عن التزامها بسياسة الصين واحدة، قائلة إن واشنطن خففت إلى حد كبير القيود المفروضة على التعاملات الرسمية مع تايوان. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. وبعد مناقشات وافق المجلس كذلك نهائيا على مشروع قانون صناعة السيارات. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين. وعقب مناقشة النواب لمواد قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، تمت الموافقة عليه في مجموعه ونهائيا. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون صناعة السيارات. من المرات القلائل اللي احنا بنلاقي قانون يحمل فكرة من خارج الصندوق، يحمل فكرة، أستعير كلمة السيد المقرر اللي قالها في مقدمة القانون أن الكل رابح. هنا بالفعل الكل رابح، لأن القانون أعتقد أنه فكرته صيغت بحرفية شديدة وصنع بفكر
متقدم وبشكل فعلا يضمن للجميع أن يستفيد دون أن يسبب أي ضغط للاقتصاد الدولة. الموضوع ده تحديدا كنا أن الحكومة تتقدم به هذا جيد. أنا شايفة أنه هو يدعم حقوق المصريين في الخارج وده مطلوب بموجب نص دستوري. أيضا كون أن هي برضو بتفكر بتدعيم أو دعم المصريين في الخارج لوطنهم بالعملة الصعبة ده برضو شيء جيد. وخلال الجلسة أكدت الحكومة على أنه تم الانتهاء من مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس وهي معدة في ضوء خبرات دولية. من جانبه أحال المجلس بيان الحكومة بشأن التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته وإبداء الملاحظات فيه. وفي ختام الجلسة وافق النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم في الأساس المواطنين وتيسر لهم تقديم الخدمات فضلا عن تسهيل عمل الحكومة للوفاء بواجباتها. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد النواب بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والذي من شأنه منحهم العديد من المزايا كما يخدم الاقتصاد الوطني. القانون يحقق العديد من المزايا للمصريين في الخارج، منها إعفاهم من الضرائب ورسوم الجمارك ورسوم التنمية، أيضا أتاح لهم فرصة أن يعني يستوردوا أي نوع من السيارات، أي قيمة من قيم السيارات، ليس هناك حظر على بيع السيارات بعد استيرادها ودخولها مصر. أتاح للأسرة الواحدة أن هي تستفيد بالمبادرة، أي حد ينطبق عليه الشروط في الأسرة ممكن أن هو يستورد عربية. قانون يعتبر تفكير خارج الصندوق، والحقيقة بنحيي الحكومة على طرح هذا القانون لأنه جاء استجابة لمطالب طالب بها المصريين في الخارج على مدار سنوات طويلة. والقانون بيعطي ميزات للمصريين في الخارج ان هم يقدروا ينزلوا سياراتهم بإعفاء جمركي وضريبي كامل 100%، والدولة مستفيدة بأنه هناك وديعة يتم استردادها بعد 5 سنوات. هذه الوديعة تضع بالنقد الأجنبي بالعملة الأجنبية بالدولار. دي فائدة كبيرة جدا للمصري المقيم للخارج وفائدة للدولة المصرية في نفس الوقت، لأن يكفي أن المصري طبعا المصريين بالخارج احنا بنثمن تحويلاتهم اللي هي بتقدر بحوالي 32-33 مليار، نثمن أن هم عددهم حوالي 15 مليون، ودول لابد أن يعني باللي هيعملوه ده هيشعروا بأهمية الوطن وأهمية الدولة المصرية ودورها في الاستجابة السريعة لمتطلباتهم السريعة لصالحهم أولا ولصالح الاقتصاد الوطني المصري. نظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر، وتناقش الجلسة العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل المواطنين مثل ارتفاع التضخم محليا وعالميا وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل وأزمة الطاقة وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية. مصر هتعدي من هذه الأزمة الاقتصادية ما كلام يعني منتهي ومفروغ منه. نحن هنعدي والعالم كله بيمر بذات المحنة الاقتصادية والأزمات الاقتصادية بدرجات متفاوتة حسب قوة الهيكل الاقتصادي وحسب سياسة قوة شبكة الحماية الاجتماعية اللي موجودة عندك. عندنا خلل في هذا الهيكل الاقتصادي أبانت عنه هذه الأزمة، عندنا خلل في شبكة الحماية الاجتماعية بشكل أو بآخر، عندنا خلل في خريطتك المتعلقة بالأمن الغذائي، بان عندك عجز في كثير من السلع، عندك مشكلة في عمليات التصدير وفي قدرتك على التصدير ومواجهة هذه الأزمات. هذه مسألة طبيعية أيضا لأن خارجين من
أزمات متتالية من بعد 2010 2011 2013 ثم الأزمة الكوفيد 19 ثم هذه الأزمة، فطبيعي أنك أنت تعاني من هذه المشكلة، هتقدر تتغلب عليها؟ هتقدر تتغلب عليها. نظمت جامعة الفيوم ندوة بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبنى إدارة الجامعة. تناولت الندوة التعريف بمؤسسة حياة كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحاور التي تعمل على تنفيذها المؤسسة، بالإضافة إلى إبراز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم. النهاردة كان في ندوة يعني موسعة في جامعة الفيوم بتحتضنها يعني جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الفيوم لتنشيط العمل التطوعي بين أبنائنا وبناتنا الطلاب. احنا شايفين على أرض الواقع دلوقتي في المركزين اللي بتنفذ فيهم مشروعات حياة كريمة قد إيه الجهد كبير اللي موجود، وقد ايه الدولة المصرية محتاجة جهد كل طالب وكل طالبة في كل مجالات تنفيذ المبادرة ان يبقى ليهم دور ايجابي. مبادرة حياة كريمة اللي هي بتعتبر اكبر مشروع قومي موجود في العصر الحديث من تاريخ مصر، اللي بيساهم فيها كافة مؤسسات الدولة. مؤسسة حياة كريمة الحقيقة بتقوم على العمل التطوعي فيها حوالي 36,000 متطوع موجود حاليا، وبتعمل على تعزيز هذا العمل التطوعي علشان إن شاء الله يتم إنجاز المبادرة على وجه أكمل. مؤسسة حياة كريمة بتقوم بالعديد من الندوات التوعوية في محافظات مصر بالكامل، ومنها النهاردة في محافظة الفيوم الندوة بعنوان تجهيز جهود أو تعزيز جهود العمل التطوعي لدى الشباب في جامعة الفيوم في جميع الكليات. الجزء الأول منها هيكون تعريف للشباب بمبادرة حياة كريمة، الجزء الثاني هيكون الجهود وأهداف مؤسسة حياة كريمة وإيه الفعاليات اللي احنا بنقدمها لأهالينا في محافظة الفيوم، الجزء الثالث هيبقى جزء خاص بالعمل التطوعي ودعوة للشباب ان هم ينضموا لمؤسسة حياة كريمة ويشاركوا ويتعلموا خبرات جديدة ليهم. قامت مؤسسة حياة كريمة بتجهيز مشغل لتعليم الفتيات والسيدات فنون الخياطة، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وقامت المؤسسة بتوفير كافة مستلزمات المشغل من ماكينات الخياطة والتفصيل والتطريز وغيرها، حيث من المستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال 3 أشهر حتى تكون أول خطوة على طريق النجاح. اختتمت فعاليات مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة والذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. واستعرض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من كبار المفتين وعلماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام. فاتوا برو تطبيق يتيح إجابات موثقة معتمدة لكافة التساؤلات، خطوة دشنتها دور الإفتاء، تمثل بارقة أمل لمحاربة الأفكار المغلوطة والمحرفة عن الإسلام. وبعد فعاليات استمرت على مدار يومين شهدت العديد من ورش العمل والجلسات، كانت الإشادة واضحة بعمق طرح الفكرة والتنظيم والتكامل بين الإفتاء والتنمية المستدامة. إن امتناننا لمصر وقيادتها ومؤسساتها وشعبها نابع من إعجابنا الشديد بما تقوم به مصر اليوم من نهضة شاملة وخطوات تنمية واعية وملهمة يمكن لأمتنا أن تهتدي بها وتنسجم على منوالها. وتأتي التوصيات لتكون منارة لمختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وترشد متخذ القرار لتمكين أهداف التنمية المستدامة. يهيب المؤتمر بالمؤسسات الإفتائية بضرورة
العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا التنمية ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية ومواجهة معوقات التنمية كالانفجار السكاني والجهل ونحو ذلك. يدعو المؤتمر الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية المستدامة في الدرس الفقهي الشرعي في المعاهد والجامعات التي تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية. وحمل المؤتمر إشادة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار مواجهة الأفكار الهدامة واستخدام وسائل التكنولوجيا لفتح مجال أوسع للتنمية. يدعو المؤتمر المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الديني أن تضع في قمة اهتماماتها دعم الاقتصاديات الوطنية المحققة للتنمية والتصدي لما يعرضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة، وهي أحكام شاذة ورؤى قاصرة لا تتسق أبداً مع المقاصد الكلية للأديان. يدعو المؤتمر الباحثين والنابهين إلى ضرورة التنقيب في تراثنا الفقهي عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية في كافة العصور. وحازت هيئة الإفتاء بسنغافورة على جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي لمجهوداتها في التعاطي مع جائحة كورونا وإصدار الفتاوى والخدمات الشرعية التي تيسر على المواطنين أحوالهم. مبادرات وورش عمل تمثل ميثاق شرف لجميع المهتمين بالتنمية المستدامة، وتمثل أيضا رسالة للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه إعادة الاتزان للنظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم، وأن يستثمر في أهم مكونات هذا النظام الإنسان ليكون قادرا على أداء رسالته بعمارة الكون. حماد العربي، التلفزيون المصري. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. تقدم لنا أخبار الاقتصاد فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إيمان منصور، شكرا يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسماً توضيحياً حول المؤشرات الدولية في كافة القطاعات التنموية. رصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتاً إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا، حيث احتلت المركز الأول عام 2020. وأشار التقرير إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وأوضح أن وكالة فيتش ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند بي 2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022، كما صنفت ستاندرد أند بورز مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2,900,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 706,354,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,148 نقطة ليصعد بنسبة 0.15% ويغلق عند مستوى 10,163 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2,196 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2,214 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3,147 نقطة ليصعد بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3,165 نقطة. الأسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي
نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و31 قرشا للشراء و19 جنيه و39 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و22 قرش للشراء و22 جنيه و31 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص إن أوبك بلس قررت بالإجماع اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية، مشددا على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحد. وخلال كلمته في مؤتمر للطاقة في كيب تاون بجنوب أفريقيا، أكد الغيص أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة. كما أضاف الأمين العام للمنظمة أن النفط بحاجة إلى 12 تريليون و100 مليار دولار استثمارات على المدى الطويل، متوقعا أن يشهد العام أو العالم نقص في الطاقة إذا لم تتحقق تلك الاستثمارات. مشاهدينا انتهت هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. تدعم وزارة البيئة في تشيلي نشر العوامة الذكية الصفراء في البحار والمحيطات لحماية الحيتان المهددة بالانقراض. تقوم فكرة العوامة الذكية على تغطية مسار هجرة الحيتان من أنتاركتيكا إلى خط الاستواء، وهي منطقة مليئة بالمضايق والجزر. بهدف مساعدة الحيتان المهددة بالانقراض على تجنب الاصطدام بالسفن أثناء الهجرة من القارة القطبية الجنوبية إلى خط الاستواء، يجري نشر مثل هذه العوامة صفراء اللون في البحار والمحيطات. العوامة الذكية تستهدف أن تحول دون اصطدام الحيتان بالسفن، وقد تم تركيب أولى هذه العوامات في خليج قرب تشيلي في منطقة تعج بالحياة البحرية وتحوي عدداً كبيراً من الحيتان الزرقاء النادرة. تعمل العوامة باستخدام برنامج يسمى الاستماع إلى بيئة أعماق المحيطات، والذي يراقب الأصوات ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الحيتان ونوعها وموقعها في الوقت الفعلي، ثم يقوم بتنبيه السفن القريبة حتى تتمكن من تقليل الضوضاء وتجنب الاصطدامات. وتكمن الفكرة في التمكن من تغطية مسار هجرة الحيتان بالكامل من أنتاركتيكا إلى خط الاستواء، وهي منطقة مليئة بالمضايق والجزر، وهذه المبادرة هي نتاج ما يقرب من عقد من الدراسات والتطوير، والتي تم دعمها من قبل وزارة البيئة في تشيلي. والآن إلى جولة في آخر أخبار الكرة والملاعب، نعود فيها من جديد إلى فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا يوسف، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذه الجولة الرياضية. فاز سيراميكا كليوباترا على مضيفه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. جاءت ثلاثية سيراميكا كليوباترا عن طريق كل من ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان. تغلب الاتحاد السكندري على مضيفه أسوان بهدف نظيف في الدوري الممتاز، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أوستن أوموتو في الدقيقة 85 ليحصد الاتحاد السكندري أول ثلاث نقاط له في المسابقة المحلية. تعادل البنك الأهلي مع ضيفه فاركو بهدف لمثله في الدوري الممتاز. هدف البنك الأهلي أحرزه كرم بامبو في الدقيقة 17، بينما سجل أحمد مودي هدف فاركو في الدقيقة 96 من علامة الجزاء.
يستضيف الزمالك غدا فريق سموحة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي، بينما يلتقي بيراميدز مع إنبي. أقيمت قرعة دور الـ32 الإضافي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أسفرت القرعة عن وقوع بيراميدز في مواجهة مع نيجيريا بطل النيجر، بينما يلتقي فيوتشر مع بريميرو دأوسكو الأنغولية. فاز الأهلي على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30 في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية. بفوز الأهلي لن يخوض الجولة الثانية، بل سيواجه بلفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل. شاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى ليوسف وإيمان لاستكمال ما تبقى من السد. شكرا لك فاطمة مرة أخرى. تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير جمال الغيطاني الذي توفي في 18 أكتوبر عام 2015، مخلفا وراءه عددا من الأعمال الأدبية والآثار الثقافية. حصل الغيطاني على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية عام 2007، كما حصل على جائزة النيل عام 2014. صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالما روائيا عجيبا، يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجا. إنه جمال الغيطاني الروائي والصحفي ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب. ساهم الغيطاني في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة. كما وصف الغيطاني بأنه قامة أدبية كبيرة وأحد رواد الرواية والسرد في مصر والعالم العربي، وأحد أبرز الأصوات الروائية العربية في نصف القرن الأخير. اعتبر الغيطاني أن العمارة أقرب الفنون للرواية، وقال إنه استلهم منها كل طريقته في التفكير. بعد الانطلاقة الأدبية الأولى لجمال الغيطاني عام 1965، ظل ينشر قصصه في دوريات مصرية وعربية كثيرة. من بين أبرز روايات جمال الغيطاني إن لم تكن أبرزها هي رواية الزيني بركات صادرة عام 1974، والتي وصفت بأنها أحد أهم الروايات البارزة في الروايات العربية. كما صدر له رواية الزويل، وصدر له أيضا رواية البصائر والمصائر، وصدرت عام 1988، وأبرزت الرواية التحولات الكبرى في المجتمع المصري، وترجمت الرواية إلى الألمانية عام 2001. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفي مآلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 29، الصغرى 21، الإسكندرية 26 20، المطروح 25 19، بورسعيد 28 21، إسماعيلية 30 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 29-22، العريش 27-18، طابة 29-20، شرم الشيخ 33-20، الغردقة 31-23، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 33-20، أسوان 35-22، الوادي الجديد 31-19، شلاتين 33-24، حلايب 30-24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يستعرض التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة. مدبولي يتابع الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي ويؤكد أنه يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة. بعد استهداف البنى التحتية للطاقة بكييف، الناتو يعلن قرب حصول أوكرانيا على منظومات مضادة للطائرات. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. أهلا بك يا يوسف. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. السلام عليكم. طب أزرق أزرق والله جد كده بايلك. بس في حاجة بقى حاجة مهمة يعني. أنا شفت السيناريو بتاع حرب روسيا وأوكرانيا اللي أنت كنت عامله من يومين. أنا بالطاقة حلو جدا. شكرك. قوي خالص. ربنا يخليك. دي شهادة أعتز بيها والله. لا. يوسف شهادة من أستاذ. لا يوسف المقامات محفوظة. احنا بعد كده مش هنلاقيها يا مان، هنلاقيها CNN وبتاع يعني خلاص. يوسف محترف. لا أشكرك جدا والله. أشكرك جدا. تسلم.